السوق احنا نعاني من عده، يعني السوق الصراحه مو مثل قبل. يعني السبب الاول هو ارتفاع الدولار واختلاف سعره، يعني بدل ما كان هو 120 او 130 هسه صار اليوم 145 وحتى ال 150 وصل. فالمواد همين صعدت، يعني الحاجات اللي نشتريها بالجمله هي غاليه، والمواطن جاي يعني يلاقي الغلاء بالاسعار. والله الخدمات مو مثل باقي مناطق البصره، خاصه احنا شمال البصره، يعني مهمشين من هاي الناحيه، من ناحيه الخدميه والبنى التحتيه. يعني المسؤول الاول هو بيها محافظ البصره، يعني احنا الناجده انه خلي ينظر الى شمال البصره حاله حال بقيه المناطق اللي موجوده بالبصره. والله الصراحه المسؤولين يعني ما اي بس بالانتخابات ماكو اي مسؤول شفناه هنا الصراحه، يعني اللي خدم القضاء. وهاي انتم اذا تردون صوروا شوفوا البنى التحتيه بالقرنه، يعني شمال البصره بصوره عامه هو مهمش من كل النواحي. والله كورنيش القرنه هو بعد هم على قولتهم شوهت عينك، الخدمات بعد يعني هم ما واصلت له وما مكملين لحد الان. والله السوق حج تعبان، الوضعيه تعبانه، ناس تعبت وملت من هاي الحياه كلش. والله العظيم من وراء هاي الحكومه الفاشله التعبانه طلعت رواحتنا. لحم الكيلو ب 15000، وينكو لحم كيلو ب 15000؟ العالم تعبانه ملت، والله العظيم من كل شيء ملت. يعني مو شلون ما كان، كم دوب هيك يعني نشريد خدمات، افشل خدمات. يعني هاي مجال مال القرنه الكبير افشل، يعني شركه اجت ماكو هالشيء. العالم وين تطوج وقتها؟ وين تروح؟ والله حج لا مشاريع ولا شيء، وكله كلاوات بكلاوات وقاضينها بس بوق. وتجي الانتخابات كل واحد بس انا وبس واسوي لك كل شيء، ما يفيدون. الله وكيلك ومحمد كفيلك، لا تعيينات لا شيء، كل شيء ماكو. حجي يا نفطية رحمة لك، واحنا ايش مستفادين من النفط؟ وين النفطية؟ يجون اهل المحافظاتكم يتعينون، وهذول اهل خايبة كل شيء ماكو، كل شيء ما يفيدون. والله العظيم كل شيء ماكو، ربك لا تعين لا شيء. وين نطوج وقتنا؟ وين نروح؟ الله كله عمالة قاضينا، كلنا نشتغل عمالة وتعب وتعب بتعب. والله ملينا، شيني شباب قاضيتها كل شيء ما عندها. الكهرباء والله متقطع عندنا بصراحة، الكهرباء ضعيفة وجاي نشكي من الكهرباء، دائما بها انقطاعات كثيرة. فالكهرباء ما جاي تخدمنا بصراحة، يعني جاي المولد نستخدمها أزيد من اللازم، الكهرباء موشي حاليا. الشركة بالنسبة للكهرباء ما لها شركة حاليا، ما جاي يشتغلون بالكهرباء، بس جاي يشتغلون بالمجاري. وقلت لك شغل المجاري جاي يصير بطيء ومتأذين بصراحة، يعني هواي طسات وحفرات بالشارع، وخدمات ما هي مثل ما تقول متكاملة للقرنة. قضاء القرنة ضعيفة، الجسور بس الجسر القرنة قبل سنة احتقص صلحوه، وماكو بعد عمارة أو جسر يشتغلون به جديد للقرنة. قضاء القرنة كل شيء ماكو خدمات جديدة. بس شوية يعني شلون تقول السلعة جاي تصعد شوية شوية، جاينا فترة محرم تمام. هسه الدجاج عندنا صعد اليوم 3.25 صعد، كان 2.5 هسه 3.25 صعدوا علينا. والله الأسباب من يوم ومنك التجار صعدونا علينا فترة، يعني شو تقول محرم ما محرم، السلعة تمشي يصعدون. عسى عندك السمك نفس الحال، السوق كله جاي ينشف، هسه المياه كلها جاي تنزل، جاي تنشف من نور النفايات ما نفايات، هاي كلها هسه الأوساخ كلها جاي تجي ويدبونها وين؟ بالأنهر. زين السمكة ما تظل؟ لا والله ماكو، هسه الفترة هاي ما جاي نشوف، كلش تعبانه هسه الطرق كلها محفره وظله على حطتها. عندك النفايات لا كورنيش بيحاط لا كل شيء ماكو، يظلون يحفرون ويعوفون المكان. والله السوق الوضعيه تعبانه، يعني صراحه مال السوق تعبانه. احنا نطالب ان
فرصة عمل للشباب يعني حتى السوق شوية يتحسن. من ناحية قضاء يعني قضاء القرنة ما بي يعني ذيك الخدمات، تمنى أن يصير خدمات. عندنا هاي الوجهية مال الشارع ما بيها ترتيب، تمنى يعني من محافظ البصرة أسعد العيداني أن ينتبه القضاء القرنة بسرعة عامة. بسرعة عامة الخدمات والله الكهرباء عندنا علام شوية بيها يعني جاي تنطفي عندنا. قضاء القرنة بسرعة عامة ما بي خدمات، بطالة والله عندنا. نتمنى أن الرعاية هاي الوجبة يمشونها يحتنون بها، تمنى يعني يمشون يعني الرعاية هاي. القرنة قضاء قديم وعلى وضعه، يعني أنا هاي 50 سنة بالقرنة، نفس القرنة ما تغيرت يعني. هسه لحد الآن ما لمسنا في الشيء خلال الحقبة هاي اللي صار لها تقريبا واحد قبض 30 سنة. بنى تحتية ماكو بالقرنة، يعني شنو تريد بنى تحتية؟ البنى التحتية تبين خو موجودة، ماكو في الشيء مثل ملموسة حاليا اللي انت شوف هذا الوضع. يمك على حطته من هاي صار لنا تقريبا هسه قبضنا 40 سنة على هالوضع هذا، كل شيء ما تغير، نفس البنايات ونفس الأرض ونفس الطابع. وشوية هال 5 سنوات والجايات احتمال للأسوأ، لأن بطالة شوارع حتى تشوفها ماكو لا شوارع مثل تبليط ولا خدمات ولا حتى بعض الكهرباء جاي نعاني من عندنا هسه بالصيف. يعني معاناة الناس بالصيف بالنسبة للكهرباء هم انقطاع مستمر هسه جاي يصير، والوضع مبين للجميع يعني ما يحتاج مثل أنا أشرحه أو غير أشرحه، هو هذا واضح للقاصي والداني يعني من الكبير للصغير يعرف هذا الوضع. وهل تشوف أنت وضع العالم للأدنى شوية شوية بعد ماكو يعني حتى ماكو توسعة، يعني لا مثل تفتح مصانع لا تفتح معامل للبطالة على وضعيته. وباقين ونسأل من الله أن يهدي الناس ويهدي الحكومة إلى أن تستفيق وشوف لهذا حلل هذا الشعب أو حلل هذا البلد. يعني أغلب المزارع هسه ما الأسماك تعرضت على مود هاي المياه وما مياه. والله قبل دجلة والفرات، هسه ماكو دجلة والفرات، هسه ماكو، كانت دجلة والفرات، هسه النهر صغير تعبره يعني صار يمكن إذا هذه الدجلة بالثمانينات أو بالسبعينات ما تقدر يعني تسبح بيه على الجاري ماله والقوة مالته، هسه ماكو، هسه انحسرت المياه مالته، لا عليه تنظيف ولا عليه ماكو شيء. يجي من تركيا يوصل يروح بالبحر لا سدود ولا شيء، الماء الحلو كله رايح، يعني ماكو فد سد اللي يحجز الماء وتستفاد من عند الناس، ما موجود هذا الشيء. والله وضع السوق هات تشوفون السوق يوم صاعد يوم نازل، والنوب الوضع شويه متخربط، يعني الناس هاي خطيه على باب الله تتي ترزق الله، ناس اكثرها بطاله. هات تشوفون خدمات شويه ضعيفه عندنا خدمات، اي والناس ها يعني احنا نجي نبسط ساعتين ثلاثه ترزق الله وتروح، الجو حار كهرباء ماكو خدمات ماكو. وهات تشوفون اوضاع القرنة، السمك بعد خف ما مثل قبل، ماي ماكو، يعني هسه هذه الاهوار ابسط شيء هور الشبايش نروح ليه يابس كان وين الماي من يطفطف على الشارع. هسه الماي راح انتهى، العالم عيشتها الناس على السمك، قطرة ماي ماكو. اكثر شباب بطالة خريجين والله يتخرج يكض البيت ويقعد يبس لو يطلع عماله، يعني ناس تعبانة ما خاصة شمال البصرة، النفط جوانة وشبابنا قاعدة كاض الشارع، ليش شنو السبب؟ والله أريد أكون يرفعون مستوى البصرة، البصرة مظلومة، البصرة يعني بها أمراض، هاي الأمراض السرطانية عمت على الوادي، إذا إنسان مريض يكضون الشوارع جدي ولا جدي، ما يعني ماكو واحد يقول هاي اهل الامراض خلينا نطلعها للخارج نداويها. المفروض الحكومه شوي تنتبه للشعب، تنتبه للناس البطاله، تنتبه للخدمات، يعني شنو ذنب هالوادم هاي؟ ليش
ننتخب تجي الانتخابات يتعزمون، تروح الانتخابات كل شيء ماك. احنا نريد بشويه يديرون بالهم على الشعب، هذا الشعب البصري بعد الانتخابات اذا اجت، انا اقول لك يجوز الشعب اذا العام 50% السنه يجوز 25% ما ينتخب، لان ايس ماكو خدمات، ماكو معونه للشعب ماكو. البصرة، محافظة البصرة وخاصة قضاء القرن قضاء تعبان من ناحية الخدمات، من ناحية الماء، هذا الماء المالح يعني ما ينشرب دوم. عندنا هاي بقت عندنا هاي الأسالة الماء الآرو، يعني الفقير ما عنده، الفقير يوميا 1000 دينار أو 3000 دينار بس شراء ماء. بطالة عندنا أكثر شيء بطالة كثير، بالنسبة للخريجين عندنا هواي بطالة بالقرن. قسم للتعيينات ما في لحد الان، ما رشدني عن شويه خدمات القضاء، قضاء القرنه تقريبا باكثر من 6 ابيار الى 7 ابيار من النفط. اذا جنابك الكريم تعايل منا بس تشوف الدخان مال الابيار للقرنه، لا كهرباء لا ماء، يعني شنو بعد الخدمات هي للبصره؟ كهرباء ما كهرباء تعبانه مال البصره. تسال الموظفين المدنيين يقول والله الغاز مالنا ناخذه من ايران، احنا ايران شنو علاقه؟ احنا دوله واحده، دوله احنا العراق دوله مستقره، وخاصه البصره هي البصره اليوم مدينه المدن. والله وضع القرنه يعني بصراحه بصوره عامه تعبان، خدمات ماكو، زيارات من المسؤولين ماكو، يعني شوارع هي شوارع بزمن صدام هي نفسها باقية، مناطق اكو مناطق عندنا طابو ما بها اي خدمات، يعني تلك بالعمل مو طبيعي. والله معاناة يعني بصراحة بالنسبة حتى الماي اكو مناطق يعني ما يوصل ماي قوي. ايه الشوارع بعد حدث بلا حرج، مستشفى هم تعبان، والله اكو مناطق ما يوصلها ماي بصراحة. يعني عندنا احنا منطقة حي السلام، منطقة طابو صرف، ماكو اي انجاز. اكو مناطق يعني عندها شخصيات، يعني شخصيات الشيوخ وهاي ومعارف واحزاب، لا والله مناطق ترتبت، واكو مناطق لا والله ضاله. يعني هسه منطقه حي السلام والنصير تعبانه بشكل، يعني تروح تطب لها بيوت كلها طاب وصرف وهي ما بها اي خدمات. احنا مجرين هسه، ها شو مجرين، يردون يشيلون على مود المور، هذا المور هذا فيشيلون، هاي الناس قطيه مجره، كل واحد مجر 250 وزيد، وهاي كل كبره 30,000 يدفعون بالشهر، هاي وهاي راح يشيلون على مود المور. وين نروح احنا يعني وين نروح؟ هاي ماكو خدمات، وين الخدمات؟ شوفها زباله ضاله، بلديه ماكو، كل شيء ماكو، يعني معاناة هاي القرنة. لا مجاري، هذا بالمطر يفيض الشوارع كلها تفيض، لا مطر ولا مجار ولا شسمه كلها، يعني ماكو خدمات دوم. بس أنا أقول لك يفترون علينا على الفلوس، هاي كل كبرة 30,000 يأخذون. هاي نوجه النداء رئيس وزراء، نوجه المحافظ البصرة إذا ما يدري، هاي خلي يدري هسه، شوفها كلها الناس خطية مهجولة ويردون يشيلونها، وين تروح؟ ابتلت الناس، وين تروح يعني؟ هذا انا شوفني هسه نص شوربايه وادفع اجار، نص شوربايه، ما ادري وين نروح يعني؟ عمي ضيم وحار واذيه، كهرباء وينكم؟ البصره كلها ما بيها كهرباء، صايره شلون الفانوس تنطفي وتشتغل مثل الاشاره. الاشاره هم سووا الاشاره، والله سبالت ما تذب، حتى البنكة عطلت، هذا لا جعدنا عطلت، وين نروح؟ ما تقول لي لا تعيين، هذا التفتونا بتعيين، التفتونا بحصة نفط أهل البصرة، شو كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. هاي سعد قرنة تشوفه قدامك، بعد كل شيء تعمير ما عدا المول بفلوس، هذا هاي الناس تستفاد من الفلوس، والله القرنة كل شيء ماكو، باوع عليها اكو شيء، بس الناس خطيه المبسطه ويفترون عليها، اجارات ياخذون ودنيا ياخذون، وظل هالفقره هاي، هذا شيء وقتيه حتى مكان ما عنده.
لا امكان ولا هاي وبعض، وانا هم مثله نص شوربايه حتى كبره شينكو وما محطيلي وياخذوا مني اجاء والمن نشتكي بس لله، ترى شكو بس لله. عمي هاي العالم متأذية أهل القرنة والله، يعني كلها آجارات وكلها ما أدري شلون شغلها، ما أدري شغل كله تعبان، ولا هو سوق عديل لا هو شغل عديل، والعالم هم تأخذ آجارات معدهم، إحنا ذني مترتين ويأخذون معدهم آجارات، والعالم كلها متأذية. ها كلها شباب ظالة عطالة بطالة، ما تدري وين تروح، لا هي بعمل لا هي بشي، ما أدري وين تروح هاي الوادي، شنو ذنبها ما أدري، وين تشتكي ما ندري، عندما تشتكي هاي الوادي ما أدري والله العظيم، ظالة لا منا ومن ناقية، عود يحصل لك 15000 10000 بالسوق وما حد يخليه يبسط، هاي ال 10000 يحصلها 15000، هذا حيث الرجال يحصلها 10000 15000 يتسوق بهن ويروح، ما تدري العالم هاي وين تروح، العالم كلها متأذية والله، خدمات ماكو خدمات، وين الخدمات؟ ماكو، كل خدمات ماكو، شنو الخدمات؟ شنو الخدمات؟ كل ساعة يجون يعزلونهم، عزلوا روحوا، وين الخدمات؟ ماكو لا خدمات ولا هاي، وين ماكو خدمات؟ آجارات قاعد ياخذون، شو اسمه قاعد ياخذون، وين الخدمات؟ هاي العالم مبسط يحصل له 15000 10000 دينار. شو يسوي به ال 15؟ يطيهن عائلته، يطيهن الآجار. المن يطيهن ال 15؟ المن يطيهن؟ عائلته، المن يطيهن؟ يطيهن للآجار. وراه ثلج، كهرباء لاكو، ماي لاكو، دنيا لاكو، كل شيء ماكو ترى. والله العظيم. بس العالم شنو؟ خاف احكي ومدري شنو، العالم قاعد تخاف تحكي. أنا أقول لك قاعد تخاف تحكي، تعالوا احكوا، ايش بيكم تخافون؟ تعالوا كلكم قولوا كل شيء ماكو، والله كل شيء ماكو، العالم كلها متأذية، الشعب كله متأذي، الدنيا كلها متأذية، احشوا والله، هاي يبيع بالات يحصل لك 15000 10000 دينار، يريد يطيهن عائلته، المن يطيهن؟ المن يطيهن؟ ماي، ثلج، كهرباء، المن يطيهن؟ كل شيء ماكو، ونصها ما متوظفة، أغلبية أهل القرنة ما متوظفة، لا عندها وظائف ولا عندها شيء، هل شو كله؟ لا عندهم وظائف، لا عندهم شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية نحكي على أوضاع القرنة بصورة خاصة. بالنسبة للقرنة مثل الجمل، أكو مثل يقول محملة ذهب وناكل عاقول، إحنا أهل القرنة أوضاعها متردية، كهرباء زائد ماي زائد بطالة، بالنسبة للنفط داير ما دواريتنا، هواي عندنا مجنون منا، غرب القرنة منا، شبابها كلها بطالة، شغل ماكو، أمراض سرطانية، هاي بالنسبة للقرنة عن الشغل والبطالة والأوضاع والخدمات. هاي 4 سنين 5 المجاري ماي، كهرباء ماكو، مجاري ماكو، شغلات تعبانة بيها، وهاي وضعيتها تشوفونها. وبالنسبة للعراق، العراق بصورة عامة نفس الشيء، الحكومة ما جاية تلبي طلبات المواطنين، والشغلات كلها تعبانة بالنسبة لها، حكومتنا تعبانة وما توفر لنا اللي نريده، لا ماي لا كهرباء لا شغل، وهاي وضع القرنة. لا هو الفرق ماكو مقارنة قبل وهسه، بالنسبة يعني الفرق قبل شكل وهسه شكل، ماكو مقارنة بين الماضي والحاضر. اي طبعا طبعا طبعا، صيد الاسماك موجوده، الثروه السمكيه موجوده، الانهار موجوده، الماي موجود، هسه لا دمروا الحياه بالكامل، يعني من أسوأ الى أسوأ، ماكو مقارنه، قبل طبعا احسن، كل الاحوال احسن. والله اوضاع السوق هل تشوفون تعبان، يعني هل تشوفون يعني المحلات مخربطه، البساطه بالنص، يعني الناس تعبانه، حالتها ضعيفه، يعني يومياتها ما سد المصرف، يريد له مصرف فرضا 25-30 ألف، هو اليوم يحصل 10000، يعني الوضع كله تعبان. والله بالنسبه للخدمات، خدمات يعني ما اقول لك زينه، هل تشوفها، شوف الاوساخ، شوف يعني النفايات العشوائية بالسوق، وضع يعني كلش تعبان ومرضي إلى درجة. أكو ثروة سمكية بس المياه قليلة يعني، فأسعارها غالية، يعني تجري سوق السمك تلقاه يعني غالي، الكيلو 7.5،
يعني فقير منين يجيب حالته ضعيفة يوميته ضعيفة ما يقدر يشتري سمك، كل سمك يعني غالي. بالنسبة للبطالة يعني ماكو فرص عمل متواجدة، فرص عمل قليلة. يعني هاي الشباب أشوفها إذا يعني تمر بالسوق ماكو يعني شباب عندهم أعمال، عندهم الخريجين قاعدين، يعني الوضع يعني هم أهل نفس الشيء هم تعبان. والله الوضع الخدمي يعني مثل ما نقول احنا بالنسبه للدوله ما جاي قاعد تخدم الشعب. الشعب يعاني، الشعب يعاني من الخدمات، من الكهرباء، من الماء. بالنسبه للماء مشتره، الكهرباء مشتره، وكل الخدمات تعبانه. البساتين هسه شويه تركت العالم، يعني الخدمات ماكو، يعني الخدمات قبل احسن. بالنسبه للمشروع الكبير مال المجاري حبل على ورق، احنا ما نريد يعني نشخص اكو ناس من الدولة وخارج الدولة طبت بي وباقوا، ما أريد نشخص احنا. هم إذا يشوفوني أنا بالهسة على المباشر ما أريد أشخص فلان أو فلان، ناس ظلمت القرنة والمشروع يعني صار لثلاث سنوات بينك ما بين الله. يعني هسة أنا إذا تريد تسألني الشركة مال النرجس بالبصرة إذا تريد تطول بالزايد 4 سنوات. يعني أنا بالنسبة لموضوعنا هسة يجوز مال المجاري اللي سألتني عليه، يجوز إذا أريد هسه أنا أقول لك بعد 5 سنوات ما يكمل. أعطوهم 450 مليون 3/4 فلان وفلان باقوا أموال الشعب. وبالنسبة للمشروع يعني راح يطول، صار 3 سنوات يجوز 5 سنوات بعد ما يقضي. فإحنا نقول الله يهلكهم، الله يهلك كل من باق حق الشعب بجاه محمد وآل محمد. الكهرباء والله تعبانة، بالنسبة ماكو خدمات. شكيت لك أنا يعني تجي ساعتين وتنطفي أزيد كهرباء، قاعد نشتريها بفلوسنا. البطالة هواي، يعني يا رئيس دولة يجي يقول أنا راح أخدم الشعب يرد الأسفل السافلين. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يهلكم مثل ما هلكوا الشعب. الشعب تعبان، الشعب منهك، الشعب راح اندفن. أكو ناس لقمة ما عدها تاكل، أكو ناس يعني حسر عليها هاي اللحمة يجوز بالشهر ما تاكلها، هاي اللحم ما تاكله، السمك ما تاكله. تجيك شاب شرفك 1000 دينار ما بجيب عراقي، وكل الدول كل الدول عايشة بخيرات العراق. يعني احنا من نجي نحكي بموضوع العراق وخير العراق، يعني 3/4 الدول الغربية والآسيوية كلها عايشات بخير العراق، تجي بشرفك انت كهرباتك تشتريها مشترى. يعني الى متى؟ المشتكى لله سبحانه وتعالى. لا طبعا هي بالنسبة لإيران، انت إيران ما تحبك، إيران انت مصلحتها فوق كل شيء. إيران انا بالنسبة لي من تريد حاجيني على إيران، إيران مو محبة بيك، إيران بغضا بيك، قاعد تاكل وتشرب بدمك وتاكل بخيراتك. بالنسبة للقرنة، قضاء القرنة يعتبر مكان سياحي على شجرة آدم والأهوار منها، وخاصة كورنيش القرنة السياحي موجود به شجرة آدم ومنظر جميل، التقاء النهرين دجلة والفرات، التقاء الأول يعتبر هذا هنا، غير ذاك الالتقاء الثاني اللي بالقرمة، هذا هو الالتقاء الأول هنا. ومنطقة سياحية بس مع الأسف استغلالها جدا سيء، الحكومة غير مهتمة بها نهائيا. مثل ما أشوف يعني هالمنظر هذا الجميل ما تلقاه بأي مكان قليلة بالعالم أو بالعراق، تلقاه هيك مكان حلو جميل، مع الأسف إهمال إليه. وشجرة آدم يعني من ذيك الأيام قبل تجي هنا وفود أجنبية إلها، سيارات منشآت قبل نتذكر تجي سياحة وغيرها، هسه انهملت. حتى المنتزه مالها مع الاسف فلشوه، كان يعني جيد صوره جيده، هسه فلشوه وتركوا مثل ما تشوفونه هسه، توصلون يمه وتشوفونه تصورونه. وهذا هو قضاء القرنه مثل ما تشوفونه، مع الاسف مع الاسف يعني خربوا الشوارع، تركونا هسه احنا شوارعنا من السقوط لحد الان. والله القرنه مجاري، القرنة مجاري، القرنة ما نريد نبلط الشوارع، ما نريد نعدل الأرصفة لأن ورانا مجاري ونخاف نخرب الشوارع ونبلطها. وهاي 23 سنة احنا على هالوضع هذا، هاي 20 سنة احنا على هالوضع هذا. حتى من بدوا مشروع
الناس قالوا لهم لو خلينا على خرابنا الأولي أحسن، يعني من بدأوا بمشروع المجاري بهور السعاد والنهرات، حفروا الشوارع اللي كانت الناس تمشي بيها وغيرها وظلت على حطة النوب طين بطين.